جزيلا. ألف شكر، مساء الخير. كل سنة وأنتم طيبين، كل سنة وأنتم طيبين. راس سنة وأعياد وحلقات خاصة، بس حلقتنا دي تحديدا بجد حلقة خاصة. ليه؟ قولوا لي ليه؟ لأن الحلقة دي معمولة بالأساس عشان جمهور السوشيال ميديا الأونلاين، الملايين اللي بتتابعنا وطول الوقت الناس بتتعامل معاها شوية من فوق، بمعنى ان اتعودنا انه كتير من البرامج شباب صغيرين يبتدوها أونلاين، وبعد كده لما تنتشر شوية وتكبر تقوم تطلع على شاشة التلفزيون. احنا النهاردة بنعمل العكس، احنا بنعمل حاجة يمكن محدش عملها قبل كده، انه برنامج كبير أساسا على الشاشة وله ملايين ملايين المتابعين في العالم العربي، بنعمل حلقة خاصة لجمهورنا على يوتيوب وعلى فيسبوك. ليه بنعمل كده؟ قولوا لي ليه؟ بنعمل كده لأنه أولا بمنتهى السعادة والافتخار إحنا عندنا ملايين الملايين على صفحتنا وعلى قناتنا على اليوتيوب، فلقينا إنه من المنطق جدا ومن الحب ومن التواصل والتعاطي إن إحنا كمان نعمل لهم حلقات خاصة أونلاين تبقى معمولة خصيصا للناس أونلاين، يشوفوها على الموبايل، يشوفوها على التابلت، يشوفوها على اللابتوب، إنما يبقى الغرض الأساسي من تجهيز الحلقات دي هم الناس اللي بتقعد أونلاين، أو خلينا نقول شعب الأونلاين، شعب الإنترنت. فالحلقة دي لشعب الإنترنت وأكيد لحضراتكم، بس خلينا نقول إن هم المعنيين بإنتاج أول إنتاج من نوعه أونلاين من برنامج تلفزيوني النهاردة وإمتى؟ في رأس السنة. كل سنة وأنتم طيبين. طيب موهبتنا اللي هنبتدي بيها النوع ده من الحلقات هي موهبة بدأت فعلا أونلاين، ولما قدمتها بحب من كام شهر فاتوا قدمتها على إنها موهبة أو صوت جاي من اسكندرية، بس أنا النهاردة مش هقدمها كده خالص، لأنه من الكام شهر لحد دلوقتي إحنا بنتكلم على حاجة أكبر بكتير وأحلى بكتير ومسموعة أكتر بكتير. إحنا بنتكلم على مطربة صوتها بيلقى هوا لملايين من الناس جوه مصر وبره مصر، صوت بسرعة البرق، سرعة البرق قدر يخطف قلوب وأذان سميعة كتير جدا، سمعوها وحبوها وحسوا ان هم يعرفوها من سنين مش من فترة قليلة. عشان كده بمنتهى السعادة والإحساس بأنه دي موهبة بكرة بصوتها وبأدائها وبإخلاصها لموهبتها، هي هتبقى من الأرقام الأولى في العالم العربي. سعيدة أنه حلقتنا النهاردة الحلقة الخاصة دي تكون بتحييها كاملة، الحلقة كلها والحفلة كلها للرائعة الشابة ياسمين علي. ايه الحلقة دي؟ ياسمين علي بالفستان بقى. بجد كده راس السنه بجد مش قوي يعني كده. جميل ربنا يخليكي. ياسمين انت قبل ما تدخلي قلت انا لما قدمتك من كام شهر فاتوا احساسي انا من اول لحظه حبيتك وحبيت صوتك، ربنا يخليكي، حتى اونلاين لما شفتك اونلاين قبل ما اقابلك، انما النهارده انا بتكلم على حد مختلف، انا بتكلم على حد في ناس كتيره تعرفه وبتحبه ومستناه جديده. بالظبط دي حاجه مخوفاني وقلقاني، وانا عايزه اقول بس حاجه. قولوا لي يا ذات الرداء الاحمر النهارده، ريد رايدنج هود ذات الرداء الاحمر، قولي. هو مش عشان حضرتك موجوده، انا فعلا بقول الكلام ده، انا قبل استاذه منى الشاذلي حاجه ومن بعد استاذه منى الشاذلي حاجه. كل شيء بجد. كنت مسافره سفريه عمل طول الوقت في سفريه عمل، وبعدين لقيت وانا في المطار وسط المطار بقى اللي هو يعني الفضيحه تبقى متشافه على الملأ، لقيت واحده بتصرخ وبتاخدني بالحضن، ما حدش شوف، طلعت الاستاذه ياسمين. الحقيقه انا اخدتها بحضن
حقيقي مش حضن مجاملات، لان كمان كان حضنها حقيقي. وقالت لي بقى البقين دول، قلت لها حبيبتي اللي خلاك توصل الناس هو صوتك وموهبتك والقبول اللي ربنا حطه في في, في صوتك وفي وشك. فلا الجمايل بتبقى من رب العالمين، احنا ادوات بالظبط سبب وحبيناكي كده بقى لله في لله. ميرسي. قولي لي اخر حفله في الساقية عملت فيها ايه؟ ايه ده جاي. بس كان في حفله قريب. الحفله اللي من قبل الحلقه كانت قبل الحلقه. فلسه اللي جايه بقى هي دي اللي انا عامله كده، لان اول ما قلت بس ان انا عامله حفله في الساقيه بعد 48 ساعة التذاكر خلصت وما بقتش حتى لاقية تذاكر لوالدتي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. لوالدي وبابا ومامتي يعني مش لاقية لهم تذاكر. عايزاك توجهي كلمة لشعب الاونلاين، شعب الاونلاين اللي بقى عنده باور يعني بتتوازى دلوقتي مع شاشة التلفزيون. الحلقة دي احنا عمرنا ما كنا هنعملها الا لما قدرنا قد ايه القوة والمشاهدة والمتابعة اللي من شعب الاونلاين. السوشيال ميديا. فحضرتك بقى بتقولي له ايه؟ شكرا ان انتوا كنتوا سبب برضو من الاسباب ان انتوا خليتوني في يوم من الايام تخلوا استاذه منى الشاذلي تشوفني، وتخلوا اصلا لو عديت كتير بقى استاذ ايمان البحر درويش واستاذ تامر حبيب وكتير جدا شافوني من خلالكوا انتوا. انتوا اللي شيرتوا الفيديو بتاعي، انتوا اللي امنتوا بيا، واكيد في غيري بتامنوا بيهم، بس اتمنى منكم ان انتوا تختاروا الحاجه الصح اللي بتكلم عقلكم قبل عينيكم. هو شعب الاونلاين عمال يتفرج عليكي دلوقتي ان شاء الله. انت قلتي اسماء بس انا الحقيقه يعني هبتدي الحلقه دي برساله وصلتني امبارح. يعني انا ما على الرسول الا البلاغ، انا ماليش دعوه، انا هقول لها اللي هو قاله لي. بتكلم مع المطرب الكبير مدحت صالح. الله. يا بنتي كبري، يا بنتي كبري بالفستان الحلو ده. طيب المطرب الكبير مدحت صالح بكلمه وبحكي له على حلقتنا النهارده، وقلت له معانا ياسمين علي، وبعدين نغني المليونيرات ولا تتضايق؟ يعني في النهايه في كده جزء ادبي. قال لي اتضايق؟ ده تغنيها وعليها بوسه واثنين وثلاثه. ووصل لك سلام ومحبة كبيرة جدا منه ومن مراته. ربنا يخليهم ليا يا رب، وشرف شرف ليا ان هو فاتكلي على الله بقى كده. المليونيرات بما انه راس السنة دي ايه؟ بالظبط زيه هو، معاه ومعهوش. ممكن تقضيها في اوتيل سبع نجوم وممكن تقضيها على الكنبة تحت اللحاف. قدام النهارده قدام موبايل او قدام الموبايل. صح صح. وانا ويايا بعيش زي المليونيرات، بحلم وانا معيش ملعنش الازمات. وانت بقى مجنونه ولا عاقله؟ لا انا بين البنين. بين البنين. والله شويه كده وشويه كده عادي. يا ريت. ياسمين علي والمليونيرات، واغنيه رائعه للمطرب الكبير مدحت صالح، ونستمتع بيها بصوت ياسمين علي. وافكر الصبح البحر اجد غفتك ملايين.
انا بقى مش عارفه انتوا اغنيه نقابل ناس اكيد زهقتوا منها. لا زهقتوا منها. النشيد القومي. يا جماعه ده كميه الملايين اللي سمعوا الاغنيه دي من ياسمين. طيب خلينا نوجه الاول تحيه كبيره لصاحب الاغنيه الاصليه المطرب لؤي، وانا عارفه ان ياسمين عايزه توجه له كمان تحيه. لؤي انا غنيت الاغنيه بسببه، يعني هو اللي شدني بصوته للاغنيه، فعادي كنت بسمع التتر عادي زي اي حد في رمضان، بس زحمة التترات في رمضان هي اللي خلتكم ما تاخدوش بالكم بان التتر ده قد ايه هو حلو بصوت لؤي وكلام استاذ تامر حسين وبقى الحان كان. برافو برافو بجد. طيب بعد ما قلنا التحيه دي خلاص بقى كفايه كده. طب اللي عايز يسمع نقابل الناس يرفع ايده. أمرنا لله بقى، أمرنا لله. نقابل ناس نفارق ناس وماشية الحياة عادي، حال الدنيا بيتغير ما بين الثانية والتانية، هنعمل إيه؟ وده جارح وده مجروح وده عايش على الماضي، وأحوالنا دي بتحير ولو نرضى تحللنا بنزعل ليه؟ ومين الدنيا دايماله محدش ضامن الأيام، يا بخت اللي يردف حاله وفرق بين حلال وحرام، سؤال وإجابته عرفنا في يوم ما نسيبها واخدني، مادام سايبينها سايبينا هنتضايق ونزعل ليه؟ دقيقة بص كده حواليك هتلقى شمس بتنور، وبعديها في عز الليل القمر سبحانه منصور منور ليك، تملي الأمل موجود قريب للي شايفينه، هتتفائل هتضحك لك في غمضة عين، هتلقى الدنيا ملك ايديك، حياتنا ساعات بنرسمها وبنجملها بالألوان، في لون نختاره يكتمها ولون يدي لحياتنا أمان، همومك بكرة هتعدي مفيش حاجة ما بتعديش، حياة عايزك تكون عنادي وكل ما تقوى فيها تعيش، نقابل ناس نفارق ناس وماشية الحياة عادي، حال الدنيا بيتغير ما بين الثانية والتانية، أنا عامل عايز التفكير. اول مره نعمل حلقه كامله للاونلاين او الانترنت، واهم حاجه انا قادره احسها الفرق انه اصلا ما فيش فواصل، يعني لا فواصل ولا بريكات ولا تابعونا بعد الفاصل ولا قبل الفاصل، فيعني كله وان شوت. ده متعب بالنسبه لك؟ لا انا متعوده عليه على المسرح. انت المسرح بتاخديها كلها مره واحده وش واحد. قوليلي ياسمين، الحلقه بتاعتنا لما اتعرضت كان من شهرين صح او من ثلاثه، واللي ابتديتي تعرفي رد الفعل مع الاول عرض ولا مع الاعاده ولا لما نزلت اونلاين؟ احكي لي كده، ومع انهي اغنيه يعني فكريني. هي اول عرض، هي البدايه من اول يوم، من يوم الحلقه. يعني تاني يوم انا نزلت لقيت الناس بتصور معايا. يعني هو قبل كده الناس كانت بتشبه عليا، لكن بعد كده نزلت الشارع الناس بتشوفني بلاقي كمان رياكشنات عجيبه. ازاي؟ اللي هو ازاي يعني؟
يعني الرياكشنات دي بقى بس الحلقه زي ما بيقولوا بالانجليزي كانت سبونتينيوس جدا، كانت عفويه جدا. في ناس كتيره كانت فاكره ان احنا متفقين على الاغاني في الحلقه الاولانيه. بالزبط. انا بجد والله من كتر ما يعني الفتاه تؤدي كده بطلاقه وبوش صبوح، يعني الاغنيه اللي تيجي على دماغنا ان نقول لها وهي تغني، ما كانش في اتفاق مسبق. بالظبط. يعني انا متعوده على ده. انا عرفت ومش هقول تفاصيل، انا عرفت انه يعني شركات انتاج غنائيه كبيره ابتدت تدق باب ياسمين علي. دي حقيقه، دي حقيقه فعلا. عشان كده انا قلت قبل ما كنت مع حضرتك حاجه وبعد ما كنت مع حضرتك حاجه، انا حاليا بحط رجل على رجل واتشرف. اتشرفت يا حبيبتي، اتشرفت. الحلقه دي اونلاين، جمهور الاونلاين هم عارفين بيعملوا لايكات وقلوب، وانت اصلا متعوده على القلوب واللايكات كتير، ربنا يديم عليك القلوب واللايكات كمان الحقيقيه، مش بس ممكن تبقى ايموجي او رسمه، لا انا اتمنى لك قلوب حقيقيه ومحبه حقيقيه، ان رياليتي وان فيرتشوال الاثنين مع بعض. بالظبط. عرفت ان انت مره كنت في سهره او في قاعده او بتغني، وكان في الفنان الكبير محمود عبد العزيز قاعد. وزي اي حد موهبه شابه ممكن يلاقي ناس متحمسه له، ممكن يلاقي ناس مش واخده بالها اصلا. فهو ده الموقف اللي كان فيه ياسمين، بتغني او عايزه تغني بس الناس مشغولين، اللي بياكل واللي بيهزر، وموقف يبقى تقيل على قلب حد لسه بيبتدي. الله يرحمه يا رب، استاذ محمود عبد العزيز. كنت في قاعده زي ما حضرتك بتقولي وبغني، يعني شايفه زميلتي بتغني وشايفه الناس كلها قاعدين مش معانا اساسا، واللي بيتكلم واللي بيعمل حاجات تانية. ف انا قاعده عماله احضر لنفسي، ما انا اللي هغني، اللي جايه هعمل ايه؟ فضلت قاعده مش عارفه اتصرف. فجه الوقت عليا فعلا ان انا اغني، سكت، ما غنتش، فضلت قاعده ساكته، واللي بيعزف قاعد بيحاول يعزف لي، يعني بيعيد في اللازمه في وانا عشان ابتدي انا ساكته. فاستاذ محمود خد باله، راح جاي لي بيقول لي في ايه؟ قلت له يا استاذ الناس مش معانا. فراح قال لي انا معاك اهو، راح شادد كرسي وقعد. فبصيت له قلت له ماشي يا استاذ، بس هم كلهم مش معانا، انا ما بعرفش اغني كده. فراح قال لي غمضي عينك، ما تبصيش لاي حاجه حواليكي، وتعلمي انك لما تلاقي واحد بس قاعد بيسمعك اتعلمي ان هو ده كل الناس اللي قاعده دي، ومن يومها انا عامله ده. الله يا ياسمين، الله يرحمها. فعلا كان وقتها غنيت يوميها. ما غنيت، ما يعني بس فعلا لقيت الناس انتبهت، يعني انا غمضت عيني فعلا سمعت كلامه زي ما هو قال لي وغنيت، لقيت الدنيا سكتت. طب على ذكر بقى الفنان الكبير محمود عبد العزيز الله يرحمه، تعرفي تغني لنا الاغنيه اللي هو غناها لما كان بيمثل دور الشيخ حسني؟ طبعا يا ملتقى الصحبة. طبعا هو كان بيحب يسمعها جدا وبيحب يغنيها جدا بجد. خلينا سمعيها لنا كده اهداء لروحه. طبعا الله يرحمه. ينفع؟ اتعلم
شوية عليا يا صهبجية، عايزين شوية حاجة من اللي هي حبة أمن على عين علالي على طار علالي. الحلوة أجل الحلو قال جاي لي ولا جاشي، الحلو قال طيب بقيت اكلم روحي وانا ماشي تاني. يعني الحلو قال جاي لي ولا جاشي، الحلو قال جاي لي ولا جاشي، بقيت اكلم روحي وانا ماشي، يا ياسمين ايه اكتر اغنيه بتطلب منك؟ لا كتير، لا حاجات كتير. اكتر واحده هي نقابل ناس. ايوه تاني اكتر واحده. طب اطلبوا كده اهو، شفتي كل واحد بيقول لي حاجه. شفتي مش بقول لك كتير. يعني لا ارسلكوا على بر، يعني القدس هنا أما براوة وهنا عمرو دياب وهنا بتتحول وهنا أصالة. أنا بقول بقى يعني أنتوا تدخلوا أونلاين زي الناس اللي بتتفرج علينا ولكم في الموضوع لايكات وقلوب بس، إنما يعني طب خليني أكرر مرة تانية، خليني أكرر مرة تانية إنه الحلقة دي مخصوص للأونلاين، لشعب الأونلاين في ليلة رأس السنة. أنا قادرة أفهم إنه في البيوت ساعات ما بنبقاش متفقين على فيلم واحد هنتفرج عليه أو على قناة واحدة، كل واحد عايز حاجة، فاحنا شعار السهره دي انه خلي لهم ريموت كنترول وخليك معانا اونلاين في سهره راس سنه متميزه مع نجمه اونلاين ياسمين علي. ايه اجدد حاجه حطيتيها على البروجرام بتاعك اللي جاي؟ انا حاطه ميدلي شاديه الله يرحمها. الله يرحمها ويحسن اليها. الله يرحمها يا رب. عملتي ميدلي من مجموعه من اغانيها. ايوه بس عايزه اقول لك انه صعب جدا بقى لو واحد يجي يختار من اغاني شاديه مجموعه، دي تبقى حاجه صعبه قوي. مش مجموعه، انا اخترت الحاجات بصراحه اللي انا بحبها. يعني انا بحب ليها حاجات انا متربيه عليها ودايما كنت اشغلها وما اقفلهاش، يعني انا افضل اعيد واعيد 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 ما بقفلهاش، بفضل سامعاها فعلا. الميدلي هيبقى فيه ايه وايه وايه؟ راح منك يا عين وخطابي الكتير وقالوا خطابك الكتير وقالوا لي. هي ايه الكتير ولا كتير؟ خطابك كتير وقالوا لي، بس انا بقى علشان اوضحها. خطابك الكتير الف لام للتوضيح. خطابك كتير وقالوا لي، وقلنا ان راح منك يا عين وشباكنا ستاير حرير ويلي من البحيره ويلي من اهل السعيد. الله الله. فورا هنقعد نسمع اغاني ميدلي شاديه بصوت ياسمين. بتشاوري عليه وتقولي حبيبي اهو
فيش غيري ليا وما فيش غيري لي اهو حبيبي اهو تاتي اهو. بلدنا تبقى في ازدهار في ازدهار.
وتني ونحولها جنة بالعمار بالعمار بالعمار. أصلي ما في على الإرادة أي شيء مؤخرا نزلتي كمان مقطع بعد الهزيان بتاع دونالد ترامب وله علاقة بالقدس واعتبارها عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية، القرار اللي العالم كله رفضه يعني. لقيتك بتغني أغنية العظيمة فيروز قدس زهرة المدائن. زهرة المدائن تحبي تغنيها دلوقتي ولا؟ طبعا طبعا. عيوننا إليك ترحل كل
درب من مروا إلى السماء. عيوننا إليك ترحل كل يوم، وإنني أصلي. الطفل في المغارة وأمه مريم وجهان يبكيان. لأجل من تشردوا، لأجل أطفال بلا منازل، لأجل من دفع واستشهد في المداخل، واستشهد السلام في وطن السلام، وسقط العدل على المداخل. حين هوت مدينة القدس تراجع الحب، وفي قلوب الدنيا استوطنت الحرب. حين هوت مدينة القدس تراجع الحب، وفي قلوب الدنيا استوطنت الحرب. الطفل في المغارة وجهان يبكيان، وإنني أصلي. الغضب الصوت آت، الغضب الصوت آت، الغضب الصوت آت وأنا كل إيمان. الغضب الصوت آت سأمر على الأحزان، الغضب الصوت آت وأنا كل إيمان، الغضب الصوت آت سأمر على الأحزان. من كل طريق بجياد الرهبة، من كل طريق بجياد الرهبة، وبوجه الله الغامر الغضب الساطع آت وأنا كل إيمان. الغضب الساطع آت سأمر على الأحزان، الغضب الساطع آت وأنا كل إيمان، الغضب الساطع آت سأمر على الأحزان. من كل طريق بجياد الرهبة، من كل طريق بجياد الرهبة، وبوجه الله الغابر لن يقفل باب مدينتنا. فأنا ذاهبة لأصلي، سأدق على الأبواب وسأفتحها الأبواب، وستغسل يا نهر الأردن وجهي بمياه قدسية، وستمح يا نهر الأردن آثار القدم الهمجية. من كل طريق بجياد الرهبة، من كل طريق بجياد الرهبة، وسيهزم وجه القوة، سيهزم وجه القوة، سيهزم وجه القوة. البيت لنا والقدس لنا، البيت لنا والقدس لنا، وبأيدينا سنعيد بهاء القدس، بأيدينا للقدس سلام، بأيدينا للقدس سلام، بأيدينا للقدس سلام، بأيدينا للقدس سلام، للقدس سلام، للقدس سلام.
اجواء راس السنه صحيح، بس موضوع القدس ده يعني احنا بما ان الامر غير الامر الواقع غير، احنا لاولادنا واولاد ولادنا هنعلمهم ان القدس عاصمه فلسطين وهتفضل عاصمه فلسطين. ده حقيقي، ده حقيقي. قال لك ايه؟ ما هو الواقع غير. احمد فؤاد نجم له قصيده شهيره جدا بيقول فيها: الخط ده خطي والكلمه دي ليا، غطي الورق غطي بالدمع عينيا، شط الزيتون شطي والقدس عربي. عربية. يا ياسمينة. لا يعني في روح مختلفة بالظبط. كل سنة وانتم طيبين. بفكر تاني الحلقة دي في راس السنة تبقى ستريمينج، وتقدروا بقى تشوفوا نفسكم ساعتها. راس السنة أول حلقة نعملها أونلاين مخصوص لجمهور الأونلاين، بس كلنا بنسأل وكلنا عايزين تعملي أغاني لنفسك يا ياسمين. بيحصل خلاص قريب إن شاء الله بإذن الله، بس يا رب يا رب تعجبكم يا رب إن شاء الله. هو ده خوفي أصلا. أنت شغالة على أغنية واحدة ولا على مجموعة أغاني؟ لا كذا أغنية، وهينزلوا في أوقات مختلفة إن شاء الله. كذا أغنية؟ آه. طيب وليه خايفة بقى؟ أكيد لازم أخاف، لان انا نجحت في اغنيه مش بتاعتي، يعني انا اتسلط عليا الضوء في اغنيه مش بتاعتي. اتمنى ان في يوم من الايام الاقي زي ما سمعت نقابل ناس من الناس كده اسمع اغنيتي انا بتتقال منهم برضه. طول ما انت حواليك موهوبين زيك يا ياسمين ما تخافيش، يعني في النهايه انت من حقك، انت في سن وفي مرحله انك تجربي. يعني ما انا اسفه انا بقول لك الكلام ده، بس يعني جربي، جربي كل حاجه، جربي حاجات كتيره، ما تخافيش. اذا ما جربتيش دلوقتي هتجربي امتى؟ هي اصل في دي ده مصير. مصير. يا اكمل يا استنى. مش مظبوط. لا 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 مش موافقه، يعني بالعكس. بجد؟ لا طبعا. بجد؟ لا مش مصير، يعني اغني اغنيه عادي. مش قصدي انه ايا كان الاغنيه ان شاء الله هتبتدي بيها تنجح، بس هتعملي اغنيه بعدها انجح، وبعد كده هتعملي حاجه انجح. يا رب. مش المفروض تبقي قاعده مرعوبه ابدا. لا انا لازم اكون خايفه، علشان حتى على الاقل تعلمتها من اجيال قبلي كمان. يعني ام كلثوم، ام كلثوم كانت بتقف. ام كلثوم خافت امتى؟ بعد ما بقى عندها رصيد كبير. ما نعرفش قبل كده حصل ولا لا. ما هي في الاول اولا غنت لمشايخ كتيره، للشيخ ابو العلا، لزكريا احمد، غنت الاول اغاني مش بتاعتها. احساسها ايه بقى في اول اغنيه؟ هو ده اللي كان نفسي اعرفه. اكيد كانت عندها فرحانه بيها. ما انا فرحانه. ما تقلقيش. طب خلاص انا فرحانه بس خايفه برضه. لا افرحي باغاني، نزلي اغنيه واثنين وثلاثه، ما تبقيش كده مقيده بالقلق. ربنا يستر. بس يا رب ادعي لي. بس لا كلنا بندعي لك عشان بنحبك. الله يخليك والله. طيب مين في حضراتكم شاف مسلسل سبع جار؟ سبع جار الناس كلها بتتفرج عليه. مسلسل سبع جار ده بقى بخلاف ان هو عمل حاله كده وسط الناس تتفرج عليه، الا انهم فكرهم باغنيه قديمه جدا طبعًا. وجميله جدا ما كانش حد فاكرها خالص. طبعا انا مش سامعاكي. في اغنية من حبي فيك يا جاري، اولا هي معمول لها توزيع راقي جدا وداخله شيك قوي، بس الناس كلها افتكرت الاغنيه دي مع ان يمكن بقالنا 10 15 سنه بالزبط. ما سمعناهاش. حوريه حسن بالظبط كده. ممكن تدندن لنا مش حتى من غير الفرقه يا ياسمين؟ يلا. ولو عجبتكم اللي بتفرجوا على الستريمنج يدوها لايكات على قد ما تحبوها او هارتات صح؟ من حبي فيك يا جاري يا جاري من زمان، بخبي الشوق وداري لا يعرفوا الجيران. من حبي فيك يا جاري يا جاري من زمان، بخبي الشوق وداري لا يعرفوا الجيران. بخبي الشوق وداري اداري لا يعرفوا الجيران. وحياة حبك ما شبكنا غير شباك وشباكنا، وحياة حبك ما شبكنا غير شباك وشباكنا. وعيون تفهم وتشاور وتسلم شوقها بنسمة، وعيون تفهم وتحاور
وتسلم شوق بسمة وخبي الشوق وداري أداري لا يعرفوا الكرام. مظبوط. ازاي اغاني ممكن يعني تختفي وترجع تاني؟ الذوق، الذوق متهيألي هو الذوق اللي بيخلي الحاجة تتنور. الذوق، وازاي انه حد ممكن يحييها بشكل حلو، وده يحسب لصناع المسلسل ده ويحسب لاصوات شابة زي ياسمين وناس تانية. قولي لي ياسمين، انت كنت مختارة، كنت في اغنية مغرم لمروان كوري في الوقت ده تتعمل كده ازاي؟ اغنية زي دي انا عايزاكي تسمعيها وبعد كده نكمل. نسمعه وبعدين نتكلم. ثاني مغرم. I'm
حلوه وانت ادائك حلو قوي. انا بموت في الاغنيه دي، كنت اتمنى تبقى بتاعتي برضو يعني، انا طماعه. خلاص اعملي اغاني بتاعتك، احنا ما انا عايزه والله. 18 دي عايزين على الاقل 5 اغاني ليك. هيحصل ان شاء الله، ان شاء الله بجد. انت بتغني على قد عقلنا. لا والله بجد. 5 والله. حاضر. طب هنخمس في الناس يعني ولا ايه قصدك؟ ايه نوجه رسالة أو أغنية لكل الناس الرايقة. الرايقة هنا في الاستوديو، يا رب يروق بالكم على طول، والرايقة أونلاين اللي بتتابعنا ستريمينج في أول حلقة نعملها أونلاين مخصوص للناس على الإنترنت. يا رب يروق البال طول الوقت، يا رب. ويروق سنة 2018 كلها يا رب بقى. يعني يعني هنحاول يا رب. بيقولك ايه؟ وبحب الناس الرايقة اللي بتضحك على طول، اما العالم المتضايقة انا ما ايه؟ هي صح كده، انا بغني بس. الناس الرايقة، الناس الرايقة. مش كل من جاله في يوم قرش زيادة ونام على فرش هيتملى. حكايتنا في ان مفيش موضوع غير انه شبع من بعد جوع. أما العالم المتضايق أنا لأ مليش في دول، ومفيش في الدمعة لا ولا في الناس الشيالة. كل اللي في قلبه حاجة أول بأول بأول. أما العالم المتضايق أنا لأ ماليش في دول، وبحب الناس اللي بتضحك على طول. أما العالم المتضايق أنا لأ ماليش في فاضلنا اغنيتين ونخلص الحلقه. الاغنيه الاخيره يعني ممكن نصوت عليها كلنا، يعني ديمقراطيه كده وكده. الاغنيه اللي قبل الاخيره بقى انا سايبها لك انت يا ياسمين، ومش لازم مع الفرقه. ايه حاجه على بالك عايزه تقوليها تغنيها، حاجه سمعتيها قريب ولسه بتعيد اكتشافها مع نفسك زي ما انت عايزه؟ حاجه لعمر الدياب. في اقتراح من الكنترول روم، معرفش
في اقتراح. طب استنى، طيب استنى، اقتراح من كنترول روم اللي هو بيرشح وبينتخب. ايوه. وبيسالكوا تغني سهر الليالي. ايوه. كنترول روم كنت هحاولها على فكره. شكرا الكنترول والله. كنت هحاولها اصلا. يلا شو كانت حلوة الليالي والهوى يبقى ناطرنا وتيجي تلاقيني وياخدنا بعيد هدير المي والليل. طيب دلوقتي اولا بتمنى بشكل عام بقى قبل ما اتمنى لياسمين بتمنى لحضراتكم كلكم وكل اللي بيتابعنا اونلاين او اوفلاين يعني على الانترنت او في الحياه العاديه بتمنى لهم سنه رايقه وسنه حلوه وسنه جميله وسنه الحلو اللي فيها اكتر من الوحش يا رب. وبغض النظر بقى عن التوقعات والارهاصات والكلام الجامد ده خلينا ندخل السنه الجديده متفائلين. يمكن. نتفائل بالخير نجده ان شاء الله. يمكن. يا رب كل له امنيه تتحقق في 2018. يا رب اللي كان عنده شكوى السنه اللي فاتت تزول في 2018. يا رب اللي بيتمنى حاجه حلوه ومش عارف هي ايه تحصل برده في 2018. يا رب. هم كلهم مش عارفين. كلكم مش عارفين عايزين ايه. خليني اقول ان صوت ياسمين علي من اكتر الاصوات اللي نتمنى لها الخير في 2018 لانها تستاهل وانها تستحق سواء على الانترنت او في حفلاتها. وانا يوم ما قدمتك في من كام شهر قلت للناس الناس ما كانتش مستنيه تسمع مني ان الصوت ده يستاهل ان احنا نروح له في اوبرا في ساقيه في حفله. وما زلت بقول نفس الكلام 2018 يا رب تعمل
تعملي تورز وحفلات جوه مصر وفي العالم العربي والناس تحضرها وتستمتع بيها، تكبري بيهم ويكبروا بيك. يا رب يا رب ان شاء الله ان شاء الله. دلوقتي محتاجين بس احنا عايزين ناخد سيلفي مع حضراتكم وانتوا قاعدين. تمام. ده سيلفي اخر السنه. Come on.